السلام عليكم، مساء الخير على كل مشاهدين برنامج دفتر احوال. غبنا عنكم بقالنا كتير واقفين، يمكن احداث كتير مرت في مصر الفتره دي مهمه، احداث ناس كتير قوي كانت بتتابعها بدءا من كورونا. كورونا غيرت كتير قوي في طابع الشعب المصري، في يمكن في حتى في عاداته وتقاليده. يمكن كانت ازمه، انما كل ازمه بتولد يمكن حاجات كويسه. رب ضارة النافعة. فعلا المصريين اتعودوا شوية على تقاليد وعلى عادات جديدة بعد الكورونا. خليني أروح لدفتر أحوال تحديدا اللي كان غايب عن الناس كتير، وبعتذر لكل المتابعين، إنما كنا بنتواصل مع الناس على الصفحة خلال الفترة اللي فاتت. كنا بنقدر نساعد إلى حد ما، إنما كان التواصل مش موجود بنسبة 100%. أثرنا مع ناس، تواصلنا مع ناس، الحمد لله عرفنا نحجم الأمر لحد ما نرجع مرة تانية نكون معاكم على الشاشة. كان بالنسبة لي شيء بفخر بيه مطالبة الناس بعودة البرنامج، وإنه الحلقات تنزل على الصفحة، والحمد لله لقينا ناس كتير، يمكن مئات الآلاف موجودين على الصفحة الحمد لله، اللي كانت بتحسنا على الرجوع، كانت دايما بتطالبنا إن احنا نرجع مرة تانية، عايزين يشوفونا، عايزين يتواصلوا أكتر وأكتر عن طريق البرنامج. بنقول لكم الحمد لله رجعنا مرة تانية، وبنوعدكم مش هنقف مرة تانية بإذن الله، وهنكون مستمرين في حلول كل المشاكل. بنفكر كل الناس، دفتر أحوال كان برنامج خدمي قانوني علشان الناس وعشان المصريين. المصريين من اسكندرية لأسوان، كل المصريين بالنسبة لنا سواء. اللي واقع في مشكلة في كل المجالات، التعامل مع كل الوزارات الخدمية، مع تموين، مع صحة، مع تضامن، كل الوزارات اللي فيها تواصل مع الناس، واللي عايزين يكون في ما بينكم وما بين الوزارة وصلة أو لينك زي ما بيقولوا، الحمد لله كنا سبب في ده، وهنفضل معاكم إلى أن يشاء الله. النهاردة لما رجعنا قلنا ما نرجعش لوحدنا، وقلنا يرجع معايا ومعاكم ضيف مهم جدا، ودايما بسميه ضلع رئيسي من أضلاع برنامج دفتر أحوال، وهو المستشار محمد صادق. الأستاذ محمد صادق أنا مش هتكلم عنه كتير، يمكن هو من أحد الأشخاص اللي مهتم بشأن الناس، دايما كان بيتبنى فكرة إنه يدافع عن الناس اللي محتاجة استشارة قانونية، محتاجة دعم في تبني قضية معينة، كان دايما متولي الأمر. فكان دايما اختياري عليه في أول رجوع لازم ما فكرش غير فيه أولا، وبعدها نبقى نتكلم زي ما بيقولوا. حابب ارحب بيه الاول واكمل كلامي عنه. برحب بيك. يا اهلا وسهلا ابراهيم. بشار محمد صادق المحامي بالنقد، وحشتنا انت كمان، وحشنا لقائك على الهواء، وحشنا الاستفاده من استشاراتك القانونيه. الله يبارك فيك يا استاذ ابراهيم. عامل ايه في كورونا الاول؟ والله كانت علقه يعني. علقه على المصريين كلهم، يمكن على العالم. يعني على العالم. ازمه وربنا ما يعيدها. وبرضو انا بدعو الناس ان هي تلتزم الحيطه والحذر في الايام دي برضو، لان لسه في خطر يعني. لسه ما زال الخطر قائم. احنا نتمنى للناس كلها الخير والسعاده، وما يرجعوش تاني لايام الكورونا، لان ايام الكورونا دي كانت وقف حل. ايام الحظر. ايام الحظر كان احنا ما زلنا في الكورونا، انما كانت ايام الحظر كانت غير صعبه. غير الاصابه نفسها والعطله كمان. بالظبط يعني. بالظبط. يعني في تجارب كثيره حصلت في مساله الكورونا دي، يعني ربنا ما يوريها لاي حد يعني. قبل ما ادخل معاك في سياق الموضوع، وقبل ما ادخل في المواضيع المهمه اللي بتدور حوالين الشعب المصري حاليا، حابب بس افكر كل مشاهدينا برنامج دفتر احوال. الارقام موجوده على الشاشه، صفحه دفتر احوال بالعربي على الفيسبوك، الاتصال على الهواء حاليا عن طريق التواصل معانا على رقم التليفون هيظهر على الشاشه، وعن طريق صفحه دفتر احوال ابعتوا لنا، في فريق عمل دائم للرد والرد على الاستفسارات ايا كانت. خليني ادخل سريعا في الاحداث زي ما بيقولوا مع المستشار محمد صادق، واقول له الشغل الشاغل دلوقتي في مصر كم وقع كده، زي ما بيقولوا الوقائع بتاخد ايام، يكون التصاعد فيها في خلال يومين ثلاثه نرجع نشوف ايه اللي بعده. ايه اللي الشغل الشاغل للمصريين اليومين دول؟ قضايا كتير يعني، قضايا متخلله فيها ممكن يختلط فيها قضايا الاسره وقوى الانفصال المفاجئ، زي ما شفنا القضيه المتداوله على السوشيال ميديا دلوقتي. يا سماح. ايوه يا سماح. وكان بالمناسبه فكره سماح دي كان في لقطه في فيلم برضو
نفس اللقطة بالظبط في مش فاكر اسم الفيلم ايه، في صايع بحر بالظبط بتاع احمد حلمي، لما أيوة لما كان واقف قال لها يا مرت يا مرت يا خاينة. ايوه بالظبط بالظبط هو ده. فده شاغل الرأي العام وفي ناس يعني لا تعالى خليني اخرج بره الاطار الكوميدي، وانه يمكن هي لقطة ممكن حبها البعض بكوميديا، انما لما تيجي تحطها على ارض الواقع كحقيقة. طبعا انا شفت تعليقات بواقع انه ده كان تمثيل وده كان دعابة. خليني اخد الموضوع بالشق القانوني واخد الجانب السيء. ما ناخد الشق النفسي الاول يا استاذ ابراهيم، يعني الشق النفسي الاول. اتفق معك يعني. الشق النفسي، لان الشق القانوني الجهات التنفيذيه والسلطه التنفيذيه قادره ان هي تعمله، ولكن احنا بس عشان ما انا واحد من الناس تعاطفت نسبيا مع الولد. تمام. يعني تعاطفت مع الولد، الولد بيحبها يعني، ما انا ما اعرفش التفصيلات. تمام. ولكن الولد خلينا نقول ان احنا بنتوهم ان القصه حقيقيه، انما احنا عرفنا انها كده. خلينا نعتقد او نتوقع ان مثلا لو هي وقع حقيقي. يا استاذ ابراهيم ده في حالات انتحار يعني، في حالات في لما بيحصل انفصال بين بين الحبيبه وحبيبها او الزوج والزوجه بيحصل حالات انتحار. نفسيات البشر مش زي بعضها، في ناس عندها قلوب جامدة جدا، الطاقات تختلف، يطلق ويسيق ويرمي عياله ويمشي يعني، مش فارقة معاه. طيب. أنا شفت واحد سايب 6 أولاد وسايبهم وفيهم آخرهم 2 توأم، وأنا لو ما بغيب عن أولادي يومين بتجنن. صح. بيجيلي هلاوي. تختلف كل شخص طبيعته. فكرة الانفصال المفاجئ وقد تكون الأسباب تافهة دي لها عامل مؤثر قوي جدا على بس. انت قلت لي كلمه مفارقه شويه، قلت لي متعاطف مع الولد، هل تتعاطف شويه مع الفضيحه؟ لا لا، انا ضد الفضيحه. بالظبط، انا ضد الفضيحه. ولكن هو تعامل عايز يفضفض، مش لاقي حد يسمعه. انت تتعاطف مع الفكره نفسها. بس حتى برضو ايا كان اداؤه فيها سيء قوي. لا، انا ضد الاداء. بالظبط، قولا واحدا انا ضد الاداء. وضد اللي عمله ده، هرج وتهريج. ودي اعراض ناس. صح. يعني ولا تنسوا الفضل بينكم، ده قران كريم. حلو قوي قوي. ولكن هي الفكره ان الولد يعني زي ما بيقولوا هيس يعني، يعني دماغه خرج بره. خرجت يعني، ما هوش متوقع ان حبيبته. طب ما تعالى نتكلم برضه في الاطار النفسي، هو دايما الجريمه بتحصل ايه؟ وقت الاختلال النفسي. بالظبط ده. فهي بالفعل جريمه. انا كان عندي وقعه قديمه، الولد كان بيموت في حبيبته، فالدنيا بقت عمليه ليه كده يعني، الناس بقت عمليين قوي ليه كده يعني. فكره ان ابراهيم مختار او محمد صادق قاري فاتحه او خاطب سين من الناس، يجي واحد احسن منه او هيقدم حاجه، ده ضد الشرع، ده ضد الشرع. لا يخطب على خطبه اخيه. يجي يتفاجئ ان هم بيرجعوا له الحاجه بدون اي مبررات، ويتفاجئ بعدها بثلاث ايام ولا اسبوع ان هي بتتخطب لواحد تاني. بس هو يعني لو هنحسبها بقى حسبه نفسيه ومنطقيه، ما هو كسبان. اكمل الجزئيه دي. القضيه اللي كانت عندي. الولد راح خبط عليهم، فتحت البنت قام دلق على وشها ميه نار. يا ساتر. ما هو مش عارف يروح فين. ما الفكره ان بلاش القسوه الشديده دي، في قسوه جديده لا يتحملها قلب بشر. يعني قلوب الناس رحمة بالقلوب، لما نيجي نفترق نقعد على طاولة مفاوضات، أنت أخطائك كذا وأنت أخطائك كذا، يبقى نفترق بالمعروف، كل واحد يبقى مرضي وهو ماشي عارف أخطائه. لكن ما تجيليش على سبب تافه وتهدم الكيان والخيال اللي أنا عايشه. أنا شفت واحد من الناس كان متزوج يا أستاذ إبراهيم، وزوجته خلعته بدون علمه، هو عايش في الكويت، والجبروت. الستات دي انا يعني في بعض السيدات عندها قلوب حجاره. الراجل وهو في الكويت عمال يبعت فلوس وذهب وحاجات لمراته وبنته، خلعته وتزوجت في ملكه. شوف الجبروت في ملكه، ومش بتشتكيه برضه غيبا في النفقات، وكومت عليه قد كده. ايه القلوب القاسيه دي؟ الراجل جاله سكته قلبيه ومات. ايه اللي بيحصل ده؟ تلاقى في راجل غريب عايش مع زوجته وبنته. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بس يعني في نفسيات، يمكن حالات بتبقى حالات فرديه، انما في نفسيات يا استاذ ابراهيم بتتحمل. هي دي مشكله السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي دلوقتي، يمكن انه الامور بقت باينه على سطح المجتمع قوي. بالظبط. يعني يمكن كانت دي كلها قضايا دايما في السابق، قضايا بنسمع عنها كل 5 سنين عن وقع، لانه القضايا ما كانتش على السطح زي ما بيقولوا، انما النهارده الواقع بتحصل في اخر مصر، يمكن في اخر العالم، انت بتسمع عنها في نفس اليوم، في لحظه وقوعها بتعرفها. فيمكن العالم بقى قريب قوي، فبقيت تشوف
دايما اللي بقوله ان النقطه السوداء بتبان في المجتمع او في كوبايه الحليب بتبان بسهوله قوي. بسهوله فده اللي حاصل دلوقتي بالظبط، كل حاجه على السوشيال حتى وان كانت قليله بقت تبان. صحيح، في ايجابيات كتير ما بتبانش في وسط ده، يمكن طغت على الايجابيات، يمكن الايجابيات تكون اكتر. بالظبط، وفي ادعاءات كاذبه كمان يعني، في واحده تلاقي منزله فيديو بتظهر للناس ان هي مجني عليها، وفي الاخر تكتشف ان هي الجنيه اللي هي بالظبط من عتات الاجرام يعني. صح، تعالى نتكلم في الشق القانوني للشخص ده. والله الشخص ده يعني القانون بيعاقبه بيعاقب. تعالى خليني النهارده انا والد يعني. الـ الـ البنت او من زويها او من اهلها، وشفت الفيديو ده واثر لي يعني بالسلب على حياتي كلها. والله من ده بعد تشهير، ده نوع من انواع التشهير، ويعتبر من انواع القذف، ان لا انت كنت عايشه معايا واكله وشرب وكده، ما هو ده خاطف ارضه. وده بيسميه القانون قذف، يعني قذف المحصنات يعني. طيب قد تصل العقوبه لايه؟ والله يعني من 6 شهور لثلاث سنين هي جنحة. تجنيح. بس الفكره يعني انت لو جيت تعاقب هتعاقب مين؟ مين السبب؟ يعني لا هعاقب الفضح، سبب الفضيحه. انا كمحامي مش تقليدي. تمام. وواجب على القاضي اللي قاعد على المنصه ما يبقاش تقليدي. ده عمل كذا يبقى لازم يبتر. ما هو السبب؟ ما هو السبب الدافع او الباعث للجريمه؟ وانا عارف ان الباعث لارتكاب الجريمه ليس من اركان الجريمه. مظبوط. ولكن قد يكون ظرف يستشعر به القاضي ان لا يستحق العقوبه فيديله عقوبه مع الايقاف. يديله اخف عقاب مع الايقاف. طيب انت النهارده برضو خلينا نتكلم يعني على ارض الواقع زي ما بيقولوا. وليس هذا تضامنا مع الشاب. بالظبط. انا خليني اقول في الاول وفي الاخر يعني احنا اتفقنا ان هو غاب عن العقل. بالظبط. وغاب عن الوعي في اللحظه دي فارتكب جرم. ده اخف. هل هو جرم ولا مش جرم؟ هو جرم. هو جرم. بس ده جرم اخف من الجرائم اللي بترتكب تانيه، ده في جرائم واحد من على برج القاهره قدامي اهو صورته. ان انتحر بسبب حبيبته يعني وفي شهر 12 السنه اللي فاتت. تمام. المهندس اللي رمى نفسه من على البرج. ايه المبرر اللي يرمي نفسه من على البرج؟ لازم قصه حب فشلت. ما هو الانسان بيغيب عن الوعي يا استاذ ابراهيم، يرمي نفسه قدام متر الانفاق يعني، هو بيشعر ان الحياه اصبحت مستحيله. هو بيشعر. هو ده قصور برضه في التربيه. لو خلينا نتكلم في الاصل ورجعتني والله تربيه ودين النفسي. يعني هو التربيه ما هو والدين ما هو التربيه يعني. هي الاصل فيها التاسيس الديني المظبوط والتاسيس التربوي المظبوط. ده كلام سليم. هو فالنهارده يعني لا يحمل الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صح كده؟ طبعا طبعا. ده فالنهارده انك تخرج بره الاطار السوي في التربيه والحياه ده قصور منك. هو احيانا ربنا ما بيظلمش حد. احيانا بيبقى غصب عن الواحد يعني، وخصوصا في الشباب يعني. الشاب بيبقى باني طموحاته على 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 ان الست دي او البنت دي خلاص بقت كيانه. ما هو برضه خطا كيانه. من الشاب. ما هو طبعا خطا من الشاب. ولكن هو انا بدعو الشباب دلوقتي او بدعو الناس كلها دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده يعني ما تندمجش او ما تضغمش نفسك داخل شخص اخر غيرك. ما تحبش غير نفسك. بالظبط. بس هي دعوه. هي مش دعوه للكره حاشا لله. والله هي انانيه. والله هي انا هي مش دعوه للانانيه، ولكن اللي انا شفته وبشوفه في المحاكم الافراط في الافراط يعني ممكن الافراط في المشاعر شويه هو اللي بيوصل الشخص. ممكن يا استاذ ابراهيم الواحد يخطا يتعصب يقول حاجه خارجه يمد ايده وده طبعا مرفوض. صح. ولكن الظروف الحياتيه والنفسيه بتدعو لكده. خليني اخد اتصال الاستاذ ناصر من القليوبيه. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. حضرتك دلوقتي احنا عايشين في مصر وفي القرن ال21. ايوه اتفضل. ومفيش قانون للسحر. انا حياتي مدمره بقالي 9 سنين من 4 سحرة. اتسجن منهم واحد خد 6 أشهر وطلع. وانا متكسح وخمس اسر مدمره. ايوه. وفي معلومه برضو المهندس اللي انت بتقول اللي انتحر من فوق برج القاهره متبرمج بطريقه السحر. السحر 50% من حالات طلقات مصر سببها السحر. وانا معايا ادله كلها. انا معايا 20 محضر وموضوع جه في 10 مساء مع وائل ابراش في 2017 واكثر من 100 شاهد معايا. يعني مش لاقي حل. انا مفيش قانون. اثرت موضوع. انا بتعاطف معاك جدا. حسن. جدا يا استاذ ناصر. بالفعل. حسن. يمكن انا بتعاطف معاك جدا. من فضلك بس هستسمحك سيب لنا رقمك في الكنترول. يعني زمايلنا في الاعداد بس من فضلكم
رقم الاستاذ ناصر، يمكن نتواصل معاه ونشوف بس صدى المشكله، لكن هو اثار جزئيه جداً مهمه جداً, جدا 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 ومأساة انا شفتها وعاصرتها. واسمع، بص احنا من الصغر بنسمع عن السحر وعن الاعمال وعن 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 تخريب البيوت وتدمير النفوس، واحنا نعتقد فيه في لانه مذكور في القران طبعا وموجود موجود بالفعل موجود يعني موجود وشفنا حالات وامثله. يعني انا عايز اقول لك انا شخصيا اتعرضت لده، يمكن ناس كتير في مجتمعنا يعني، وفي منهم ما يعرفش هو مسحور له او معمول له سحر. انت هتعرف منين؟ معلش هو عايز يشوف قانون، لو في قانون انا بطالب باعدام الساحر ومن دعاه الى تخريب هذا البيت، يعني لان في بيوت بتبقى مستقيمه ما فيهاش اي مشاكل، مفهاش المشاكل مشكلة. بتهب وايد النار صح. وانا شفت واحد بيقول انا بقيت اقوم من النوم اشوف زوجتي حيوان جنبي. لا لا لا، في وقائع كتير جدا جدا. أيوة. وسمعنا من واحنا صغيرين عن الربط في الربط للازواج والحاجات دي، يعني امور كتيره جدا. خليني اخد اتصال تاني من بني سويف. مساء الخير عليه برضو يعني استاذ محروس. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. انا كان في مشكله معانا مع جماعه يا استاذ. تسمعك، انا سامعك، كمل. كان في مشكله معانا مع جماعه من بلد، وجوا من بلد بعربيات وضربونا قدام بيوت. تمام. وعملنا معاه في المركز وجوا لغل معانا. تمام. وراح اتهمونا اتهامات ان احنا ضربناهم، طب هم اللي جونا بعربيات وضربونا قدام بيوت. تمام. وعمالين دلوقتي احنا دلوقتي مش عارفين نعملها، المحامين عمالها تلاحقنا لبعضينا، وانا كنت واخد 16 غرزه في دماغي. من مركز ايه في بني سويف؟ في مركز إناسيا. مركز ايه؟ مركز إناسيا. إناسيا؟ إناسيا. طب ما حررتوش، حررتوا محضر بالكلام ده ولا لا؟ عملوا محضر. حررنا محضر، بس هم عندهم ناس عاليه جدا، عندهم ضباط في الشرطه وعندهم لواءات مراكز قوة. تمام. وعندهم لواءات، فبهدل معانا العمليه، خلونا دلوقتي اتمرمطنا خالص. طيب هسمحك يا حاج محروس، سيب لنا بس رقمك في الكنترول وخلينا نتابع معاك ونتابع مع الإخوة في وزارة الداخلية ونشوف الأمور واصلة لحد فين. بس اسمح بس برضو زمايلنا في الكنترول ياخدوا رقم الحاج محروس من بني سويف. وأرجع تاني لمكالمة ناصر. السحر جزء مؤثر شوي. ده موضوع الساعة، يمكن هو بالفعل يعني جاب جزئية بس يعني صح، وهو إن القانون ما جرمش السحر، إنما هو جرم الدجال لما بيقبض على الدجال. لا، هو القانون ما جرمه، ولكن فكرة الإثبات. إثبات هتثبت إنه ده، وإنه أنا لما أمسكه وإنه هو بيدعي ذلك فأنا هقبض عليه، إنما فكرة إنه هو صاحب الأذى اللي وقع عليا صعبة. أنت هتيجي أنت تعرضت لأمراض جسدية وتعرضت لخراب بيوت ووقف حال وأكل عيشك اتدمر. بالظبط، أمور كتير قوي. خليني ناخد اتصال تاني لبشمهندس عمر. مساء الخير. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ منين؟ إيه محافظة إيه الأول؟ محافظة إسماعيلية يا فندم. شرع منورنا منورنا. الله يخليك. ونبعد نسأل السيد المحامي المحترم. اتفضل. أنا عايز أسأل، أنا بقول ليه في سبب حتى الآن، ودي يعني موضوع داخلين أكثر من 40 سنة، السبب تباطؤ الأحكام القضائية في مصر؟ يعني أنا عايز أعرف إيه السبب؟ أنا معايا حكم ومحكمة ومش عايز يتنفذ حتى الآن. ومش عارف الحكم ده نوعه ايه الاول؟ القضيه واساسا يعني شوف، انا مجمع معايا قضيه من 2014 لسه حاكمه في 2020 ولا 2000 حكم يعني. الاحكام نوعها ايه؟ المستشار محمد صادق؟ اراضي اراضي بين الجهه وبين الجهه، بيني وما بين جهات معينه يعني، بس يعني بمستندات ملكيه وكده. بس انا عايز اعرف بغض النظر عن الموضوع، انا سبب تباطؤ الاحكام القضائيه، يعني يكون واحد سارق واحد قاتل يقعد ليه سنة واثنين وثلاثة لما يتنفذ الحكم؟ صح، معاك حق في ده، هنتكلم في ده وهنتابع الموضوع. بشكرك لاتصالك ومتابعتك لينا. برضه شق مهم، الناس راجعة مشتاقة للاستشارات في كل المواضيع. هو فعلا احنا عندنا بطء في التقاضي. خلينا نتكلم عن الأسباب. الأسباب بطء التقاضي اللي هي قلة العاملين في المنظومة يعني، وتزاحم القضايا يعني. انت خلينا شايف مسألة يعني، شايف سبب تاني ومهم جدا. هو سهولة رفع القضايا
يمكن مخليه عدد القضايا وحجم القضايا كتير. يمكن انت لو حتى زعقت لي في الشارع فبروح اعمل لك محضر، فبقى دي اسمها قضيه. لا لا، الجنح والحاجات دي ماشي، لكن احنا بنتكلم في المدني. القضيه اللي هو بيتكلم فيها دي بتكلفه فلوس كتيره جدا ومش سهله، وسنين طويله، ومش سهله دلوقتي ان اي حد يرفع دعوه مدني. الناس حالتها الاقتصاديه صعبه والرسوم عاليه وكذا، فما عادش مش اي حد يلجا للمحكمه المدنيه. ولذلك رولات القضايا المدنيه من اول ما الرسوم عاليه بدات القضايا تنكمش. يعني احنا بنبشره في المستقبل، انما في الماضي لا. لكن هو فعلا منظومه التنفيذ يقول لك احنا هنعمل دراسه امنيه عشان ننزل ننفذ في ارضك او في ارض غيرك او كده. ففكره الدراسه الامنيه دي احيانا بيبقى في تعذرات امنيه عشان ظروف البلد والاحوال المحيطه بها، يجي يقول لك لا احنا مش هنقدر ننفذ دلوقتي لان الراجل ممكن يكون متاهب جايب ناس وسلاح وحاجات زي كده، مش عايز يخرج من الارض. فيقول لك لا احنا ما عندناش دلوقتي قوات او حاجه زي كده او استعداد لمجابهه اللي ممكن يحصل. تمام، هي دي بس اسباب التاخير. لكن تاخير التنفيذ وزحمه قضايا التنفيذ، يعني الم التنفيذ. وبعدين اللي بيطول ايه كمان، يجي يروح ينفذ يقول لك انا بعمل اشكال. الاشكال ده بياخد له شهرين ثلاثه على ما يتقبل او يترفض، والقاضي يحكم باستمرار التنفيذ، يرجع تاني ياخد بدايه من الاول والجديد من اول تاني قدام محضرين التنفيذ معاونين التنفيذ، ويبدا يعمل دراسه امنيه جديده وهكذا. ففي الاخر انت كده هتاخد حقك. لكن هي الفكره في زي ما قلت الاول في زحمه القضايا، بس هي دي. انما هو يمكن هو فات كتير ما بقى الا القليل زي ما بيقولوا، يعني حصل على الحكم وصل للنهايه، يعني معاه سنه تنفيذيه يقدر ينفذ دلوقتي، بس هي مسألة وقت بسيط يعني ان شاء الله. برضه رجع تاني لموضوع السحر. موضوع السحر ده موضوع خطير جدا. انا لو يحكموني على الساحر والداعي اليه، ولذلك اصل خلي بال حضرتك بيبقى حد مترقبك وعدوك خفي. ما هو ده عدو، وده عدو خفي. العدو الخفي اللي بيكره لك الخير، اللي كان نفسه فيك ومش عارف يطولك، اللي ممكن انت اتجوزت واحده واحد تاني كان نفسه فيها وانت خدتها منه وانت ما تعرفش، صح ولا هي تعرف. هي الفكره ان ده عدو خفي. طب اظهر ناقشني، شوف انت عايز ايه وكده. ما يقدرش فيبدا يلعب وياخد قطر ويعمل ايه وياخد حاجه من وينزل يروح يعمل السحر. ويعني مش عارف، انا عايز اقول الله ينتقم منهم. ما هو فعلا هو ملوش لفظ غير ده فعلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. لانهم بيدمروا بيخربوا بيقتلوا بيوت وناس بتموت. يا استاذ ابراهيم بيوت. خليني اخد ناس زي الفل يعني. طبعا وقائع كتير، امثله كتير في حياتنا دمروا وخربت حياتهم بعيالهم بناس. تخيل واحد باسرته كلها يروحوا في حادث سياره، والله اعلم. يعني اعرف واحده، يعني معلش خليني اخد اتصال واحكي لنا الحكايه. انا عايز اخد الحكايه، ما احنا هناخد هنرجع للحكايه تاني. استاذ اسامه من بني سويف، مساء الخير. النور يا فندم. اتفضل. النور يا فندم. اتفضل معاك. اتفضل. بعد اذن حضرتك يا استاذنا، انا معايا حكم محكمه، انا واخد عجز والقاضي حكم لي ان انا اخد معاش. يا فندم. تمام سامعك. والحكم راح التامينات، وفوجئت ان التامينات بتقول لي انت عليك 5000 جنيه وانت هتاخد معاش. طبعا يا جماعه قال انت بتاخد كرامه، تكافل وكرامه. فرحت التامينات وقلت لهم طب ازاي انا باخد كرامه، اخصموا اللي انا خدته من كرامه. قالوا انت بتاخد كرامه والمدام بتاعتك بتاخد تكافل وكرامه. طب ايه دخل المدام؟ الحكم ليا انا. ما هو فرضين ما ياخدوش في نفس الاسره ياخدوا معاشات. نعم يا فندم. اتنين في نفس الأسرة ما ينفعش ياخدوا معاشات. يعني في سعادتك بس ده احنا قبضناه خلاص. انت نفسك اللي هتحصل. اقسم لي انا ما تقسمش للمدام. انت بتقسم للمدام ليه؟ لا ما هو ما ينفعش المدام وانت تاخده وتكافل وكرامة. ما هو ده تكافل وكرامة اللي ليك انت والمدام، ده ما ينفعش. هو تكافل وكرامة ده معاش ضمني انت، يعني الحكومة اديته للمتعسرين. بالظبط. فهو رب الأسرة مين؟ حضرتك. من بني سويف. انت بقى رب الاسره، يعني انت العائل بتاع الاسره دي. تمام. هما بيدفعوا لنا الاسره، فانت بالتالي انت الوحيد اللي تستحق المعاش. تمام. فلما جيت حصلت على حكم للتضامن الاجتماعي وهم بيسجلوا الحكم عشان يصرفوا لك معاش، لقوك صرفت معاش تكافل وكرامه انت وزوجتك. لا ما هو ده منفصل عن ده منفصل عن ده. ما انا عارف انه ده منفصل عن ده. تمام. بتاع زوجتك منفصل عن بتاعك، منفصل عن الحكم.
تمام. فاكتشفوا ده لان بقى دلوقتي في نظام كمبيوتر للمنظومه كلها، فاكتشفوا انك بتحصل على معاش، فقالوا اللي خدته الفتره السابقه يعد مديونيه عليك. بالظبط تمام. فلما تدفع لنا المديونيه اللي عليك نصرف لك المعاش الجديد. هو عايز يعمل مقص، قال لهم اخصموا من المعاش اللي هتديهولي، فهم السيستم الظاهر مش نافع، فلازم يسدد الخمس سنين. ما هو لازم يسدد لان هو نظام المقصه البنكي نرجع مش للسحر. موجود مش موجود في التامينات والمعاشات. نرجع للسحر. فهو زي ما قال النظام، لان هو ده امر مفروض على كل الدوله، يعني ما ينفعش تاخد من غير ما ترجع اللي عليك، لان دي بالنسبه لهم بتعد مديونيه. نرجع نكمل فعلا السحر. قلت لنا كان عندك روايه كده. عندي روايه كده، وناس دول مقربين مني يعني من البلد يعني. فكان في زوج وزوجه يعني محترمين قوي، وكانوا محرومين من الانجاب. الزوج بقى يروح يكشف يلاقي نفسه زي الفل، ما عندوش اي موانع للانجاب. تمام. الزوجه تروح تكشف، مفيش موانع للانجاب، انت صالحه تنجبي وهو صالح ينجب. عاشوا مع بعض ورضيوا بالحياة، واستمرت الحياة فوق الأربعين والخمسة واربعين والخمسين سنة، والست توفاها الله الزوجة. جميل. أصيبت بمرض كانسر فين؟ في الرحم، وتوفاها الله، ماتت. فالست دي كانت عيقة ونظيفة جدا، وكان كان في لحاف من بتاع الأيام زمان اللي هو بتاع الدخلة بتاع العرايس، بلفة الإيد بربطة المنجد. الناس القدام هيفهموني، اللحاف مربوط بربطة المنجد ومحطوط في الدولاب، فما كانش حد بقى ما عندهاش عيال ولا عندها حاجة تقعد تنزل الحاجة بتاعتها بتاعت فرحها. فأختها عايزة تنظف بقى وترتب الحاجة بعد وفاتها، فبتفك ربطة اللحاف دي لقيت عمل. عمل وديته للشيخ قال لها ده لمنع الإنجاب. لا إله إلا الله. شوف تخيل، يعني عاشت معذبه طول حياتها. رضيوا قضاء الله هما الاثنين. فلما تخيل لما الزوج يعرف ان كان مربوط بالعمل ده، ولو كان اصلا الرابطه دي اتفكت واتشمست، مفيش لو هو هي اقدار الله يعني. الله اعلم، الله يعلم قضاء الله وقدره في الاول وفي الاخر، لان هو يعني السحر موجود. موجود. والضرر موجود. موجود. والناس اللي ما بتسيبش حد في حالها ما زالوا موجودين، وربنا ينتقم منهم على الهوى. صح. لأن الناس دي يعني أشد خطورة من القتلة الحقيقيين اللي احنا بنشوفهم. إيه على الأقل عدوك اللي جاي يقتلك هو عدو أنت عارفه وشايفه جاي في وشك، عارف تستخبى منه، عارف عارف على الأقل تفاوضه يا أخي في يوم من الأيام. إنما ده وإن شاء الله تتردله. وفي اعز ما ينبغي. انما موضوع مهم ومجال دراسه، ازاي نوصل لده ونوصل يعني ويتعمل اكمنه للصحراء. انا بسميه قتل معنوي، يعني هو القتل المعنوي ده له باب في قانون الاجراءات في قانون العقوبات، ولكن مش مطبق. صعب اثباته. انا لما دايما صعب اثباته. خلينا لان الشق ده مهم جدا. الاستاذ محمد صادق راح لشق مهم جدا، القتل المعنوي وتطبيقه وطرق اثباته، دي حته مهمه جدا. خليني اخد اتصال الاول من الاستاذ وليد من المنوفيه. مساء الخير. مرحبا يا فندم. الله يخليك يا فندم. اتفضل. الله يخليك. كنت انا حضرتك مشكله. كنت انا زارع في الجبل في حته اسمها مدج البحوث، فكنا جماعه مشاركين مع بعض، فكنا واخدين حضرتك وصلنا اتنين امانه على بعض، وكاتبين في الاجنده عقد شراكه. فجاء حضرتك شويه شرد كلوا الزراعه وبوظوا الدنيا بالدين. فالجماعه شركات دول خدوا وقطعوا الوصل بتاعهم وقطعوا العقد الشراكه بتاعهم، واشتكوني بالوصل ب 250,000 جنيه. فاعمل ايه؟ هيرد عليك من الشر محمد صادق دلوقتي حالا. ماشي يا فندم. ماشي. انا لو رديت عليها هيبقى حرام عليا. ليه؟ لانه قد ادله الطريق يكون هو فعلا مدان بال 250,000 جنيه. هو بيدعي ان هو مش مدان بيهم وان هو شركاء. هي ليها حل، ليها حل. ولكن يعني لو مقرب منك او انت تيجي عندي المكتب او تجيب محامي كويس قدير يعني تشرح له القصه دي هيشرحها للقاضي. خلينا نقول يعني يمكن نرد عليه، يعني نطالبه بالاتصال. يمكن انت
ليك ردود او مخارج قانونيه فيها مخارج كتير لا يعني لا تود ان ايصال الامانه انت مش عايز تقولها على الهواء لانها هي مخارج حقوق ناس هتضيع يعني يعني اذا انت عايز تطمئن الاول طبعا انه ليه حق طبعا انا ما ينفعش يعني هو انا شايف ان انا بحييك على كده بس بحيي المستشار محمد صادق انه حتى الرد القانوني مش عايز يرده في امور الا ان يطمئن قلبه انه الشخص اللي قدامه هو مرتكب وفاعل الجريمه او هو مظلوم بالفعل. فخليني يعني اقول للمتصل يعني اتصل بينا تاني وسيب لنا رقمك في الكنترول حتى يتاكد المستشار محمد صادق من صحه كلامك ومن صحه نواياك ويرد عليك الرد القانوني المناسب. خليني اروح لاخبار الساحه ونروح للتنمر. التنمر ده حاجه تانية. اهلي يعني زمالك قاتل التنمر ده يعني التنمر ده هو ده برضو من القتل المعنوي اللي اتكلمنا عنه بالظبط. التنمر ده قتل معنوي ان قد يكون الانسان ده الطرف الاخر المتنمر اليه ده يكون قلبه ضعيف يعني او ما بيقدرش يتحمل الهزار مثلا او المزح الغلس لانه التنمر ده غلاسة. وما هي فكرة التنمر لو جينا من واحد نمر بيفترس فريسته يعني التنمر ده شيء سيء جدا على المجتمع وحاجة حديثة. هو لفظ مستحدث. هو فكرة التنمر كلفظ مستحدث انما هي طول عمرنا موجودة وطول عمرنا أيوة التريقة موجودة السخرية هي السخرية طول عمرنا موجودة انما برضو انا شايف ان السوشيال ميديا هي مؤثر انها بقت تزيد ظهرت اظهرت النفوس. يعني كان في تلاميذ زمان زمايلنا في الابتدائي كانوا ما بيجوش في المدرسة زعلانين من محمد صادق مثلا كل شويه يشد من حبل المريله ما ده تنمر صح. فالتنمر قديم برضو لكن الفكره في ان هي زادت دلوقتي بالظبط زادت وبقت بشعه وخصوصا احنا لسه متكلمين فيها من قريب في فكره الماتشات الكوره ما هو ده الشغل الشاغل يعني يمكن الماتش بقاله اسبوع النهارده بقاله 8 ايام على الفريقين ما زالت يعني على الفريقين يعني الزمالك لو كسب بالظبط بيذبح الاهلاوي بالظبط والاهلي لو كسب جماهير اصبحت مريضه بالفكره البوستات والكوميكات والكومنتات لو تفتكر وقعت المصري مع الاهلي في استاد البورسعيد مجزره بورسعيد مجزره كان مات فيها 72 بالظبط. هي بدات برضو من فكره التنمر والشحن المعنوي التنمر قبل الماتش لوحه اتعملت يعني بالظبط لفت يافطه اتعملت ضد البورسعيديه بشكل عام بالظبط بلد البالة بالظبط كده فطبعا اثارت وجدان البورسعيديه مع ان البورسعيديه هم اللي كانوا غالبين في الوقت ايا كان الوضع احنا بنتكلم في الفكره نفسها ما بتديش مبرر للجريمه الحميه يعني بالظبط. فاللي بدا في اللي بدا بالتنمر اللي جاب اللوحه وعلقها بغض النظر احنا ما بنديش مبرر لفعل ومرتكب كانت دايماً. فكرة التجمعات يا أستاذ إبراهيم الألترس وغيره كانت دي برضو فكرة يعني كانت ممكن تستخدم كويس جدا لو فيها آداب التشجيع وفكرة إن احنا نقبل الآخر ونسلم على بعض بعد الفوز ده أنت الفايز ده أنت الفايز يعني أنت الفايز وجاي يعني فالفكره ان ليه نوصل حتى وان ما وصلتش يمكن انا خليني اختلف معاك في الجزئيه دي انا مش عايز اوصل لفكره السلام النفسي للدرجه دي بس مش عايز اوصل للحرب برضو للدرجه دي انا مش حارب انا ليه اوصل كمشجع بقى وخلف القضبان ويتحكم عليا بالاعدام بالاعدام شاب رايح يشجع كوره ياخد مؤبد وياخد انا انسحبت من القضيه لما لقيت التيار عالي جدا و72 متوفى انا دخلت المشرحه يا استاذ ابراهيم شفت الناس مدبحة في السكاكين انت دي كورة ازاي هي دي كورة انت سمحت ازاي بالسلاح يدخل الاستاد هي دي مش كورة لا مش كورة ده انت داخل تحارب لا يبقى عفوا بقى يبقى ممنوع الجمهور وبالفعل هو ده اللي يعني يمكن خليني يعني احسب كده حسبة القيادة او الادارية في الدولة نفسها شايفة الامور كده موجودة على صفحات التواصل الاجتماعي لا بيدخلهم ايه يعني بأي يعني انا متفق معاهم في فكره عدم وجود الجماهير بالفعل هم ما دخلوش الجماهير لهذا السبب ده احنا كنا في شهر 2 2012 يعني بعد ثوره ولا كان في استتباب امني ولا كان في غيره بس ما كانش لا يعني يمكن وقتها ما كانش الناس واصله للمرحله دي وما كانش توقع التوقع ممكن يوصل للمرحله دي انما النهارده خليني اقول انا متفق
حتى الان مع عدم وجود ودخول جماهير. دخول الجماهير انا مش النهارده يعني امنيا انا بغض النظر عن كورونا ترهقني. لا ماليش علاقه بالكورونا, كورونا برضو خطر. لا يعني طبعا امر طبيعي في الاختلاط, انما ترهقني امنيا في ان انا امنع وجود جريمه من مشجع كوره بالظبط. هو يعني باي عقل صحيح. فخليني اروح بقى لفكره التنمر نفسه وعقوبته كجريمه. والله هو المشرع حط الماده 309 مقرر في قانون العقوبات, والماده دي حديثه يعني نزلها مخصوص مستحدثه لهذا الشأن مخصوص للتنمر ونزل عقوبه الحبس, ما كانش فيه عقاب اللي بيتنمر. ولكن برضو هي الفكره في الاثبات, يعني في المعضله برضو هنرجع في الاثبات, هتثبتها ازاي الا اذا كان التنمر ده على برامج السوشيال ميديا وفي فيديوهات بتقول محمد صادق او ابراهيم مختار كذا او بوستات معينه وتم عمل محضر بمباحث الانترنت تروح المحكمه الاقتصاديه ياخد حكم بست شهور او لكن الحق مكفول. يعني يمكن هو الحق مكفول دلوقتي للمواطن انه يروح في مباحث الانترنت والبوست موجود او الفيديو موجود بالزبط. يروح يثبت ذلك ياخد حقه. والعقوبه قد تصل لايه؟ العقوبه بتوصل لثلاث سنين والغرامه بتوصل ل 30,000 توصل ل 30,000 جنيه يعني. فهي الفكره انه فكرة التنمر نفسها يعني ليه احنا وصلنا لكده. خليني اقول يعني ليه, يمكن اقول الاسباب كمان بعد ما عرفت العقوبة. خليني اخد الاتصال الاول من استاذ محمد من حلوان. عفوا اخد محمد من حلوان. مساء الخير يا محمد. ايوه السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. الله يسلمك يا فندم. انا عندي مشكلة يا فندي, انا عمري 60 سنة دلوقتي. 60 سنة ربنا يديك صحة. فحضرتك انا عايز يعني انا ما عنديش اي وسيلة ان انا اعيش بيها, وعندي اولاد اربع بنات وحضرتك عمال اتحول اروح المعاشات او مصاريف لحاجه وحد يسال عني. كان بيشتغل ايه؟ ما حد سال عني خالص. انت كنت بتشتغل ايه قبل الستين يا استاذ محمد؟ والله يا فندم انا كنت شغال يعني ورا مبلط ورا بيض محاره كده يعني. يعني ارزقني زي ما بيقولوا. عند السكر حضرتك وانا تعبت اصلا وبصرف علاج من مستشفى الحلوان العام. طيب انت عندك معاش ولا ما عندكش معاشات؟ ما عنديش اي حاجه يا فندم. قدمت تكافل وكرامه ولا لا؟ رحت محدش سال عني, اتوجهت ليهم اتوجهت للمعاشات محدش سال عني. يقول لك الورق مش عارف روحت لنا يا بكره الاسبوع الجاي مش عارف تجينا تجينا تاني وتفوت علينا تاني وكده. ما اروح برضو الاقي موظف غير الموظف يجابني يعني معقدين الامور معايا. بس انت ليك رقم مقدم بيه. وانا حضرتك انا قدمت لهم الورق قالوا لنا هات لنا ايه انت مريض, قلت لهم انا عندي السكر. طب قدمت الاوراق دي بالفعل وحد خدها منك ولا لا؟ لا ما فيش حد خد مني حاجه. ليه ما خدوش ليه في الملف بتاعك؟ حضرتك في واحد اسمه الاستاذ محمد في المعاشات بتاعك بغض النظر عن اسمه ما خدوش. السبب في ايه ان هم ما خدوش الاوراق منك؟ ما خدوش الورق مني يقولوا تعالى لنا الاسبوع الجاي. بحجة ايه؟ واروح الاقي واحد تاني يقول بحجة ايه؟ ما هو اكيد الموظف مش بيتغير كل اسبوع يا حاج محمد. هم ما اعرفش ولا يا فندم والله. طيب خلينا من فضلك سيب لنا رقم تليفونك وانا هعرف من المكتب اللي تابع ليك نعرف الحاله والوضع وصل لفين. سيب لنا بس من يعني زمايلنا في الكنترول من فضلكم يا جماعه رقم الحاج محمد خده لنا واحنا نتابع معاه باذن الله. لا هي منظومة التأمينات والمعاشات كلها عايزة تتباد يعني تتشال كلها. لا خليني برضو أكون محق قدام ربنا. برضو في معاشات في كتير جدا. في بعض المحافظات يا أستاذ إبراهيم في بعض المحافظات الناس المواطنين قاعدين برا ومفيش حد بيعبرهم. بص يعني خليني أكون محق في يعني خليني أكون وسطي. الدولة شالت وبقت مقيدة برقم ملياري بجد بدون يعني نفاق ملياري شهريا بمعاش جديد مستحدث اسمه تكافل وكرامه. انا مع حضرتك فبالفعل في حالات, انما خليني اقول برضو واكون امين في موظفين في حال في طبعا في موظفين لا يستحقوا لا يستحقوا وفي يعني كل منظومه خد بالك كل منظومه كل منظومه في مصر ومؤسسه في مصر فيها بعض الـ 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 الامثله وال هقول لك ايه لا يستحق دخول المؤسسه ده. يبقى قاعد ما وراهوش حاجه اقول له فوت علينا بكره يا سيد يعني بالظبط. ما زالت البيروقراطيه شويه موجوده عند بعض الموظفين. المفروض يصرف بكره المعاش بالزبط. يعني انما لازم يكون نتيجه نظام كبير جدا بيتم استحداثه لازم حالات فرديه تقع بالزبط. والحالات دي كتير. يمكن كمان انا متابع يمكن انا جوه المطبخ اكتر
كان كتير قوي توقف معاشاتهم صرفوا مرة واثنين وثلاثة. بس النهاردة هقول لك السبب كان ايه، ويمكن بأعلنه ده على الهواء، ومن الأسباب من تواصلي مع وزارة التضامن. اللي كان حاصل ايه، ان انت بتتقاضى مثلا معاش وبتروح، او عندك وسيلة رزق، بلاش تتقاضى معاش، عندك وسيلة رزق ورحت قدمت في تكافل وكرامة وصرفوا لك، وبقيت تصرف شهر واثنين وبتاخد حق مش حقك. فرجعوا عملوا بحث في حالات فلاقوا ناس كتير. فالنهارده برضو خليني اكون محق ومشفق على وزاره التضامن. النهارده ناس بتقدم ملهاش صله بان هم يكونوا فقراء وبيصرفوا صح. فهي بالتالي حاولوا يحجموا المنظومه شويه بالزبط. فيقع من تحجيم المنظومه حالات زي الحاج محمد اللي بنسمعه بالزبط. فخليني في قلب الاحداث، مش هاخد المثال من بره ولا تقربوا الصلاه وهمشي، لكن هو في ايجابيات بالزبط. بالفعل حتى في التامينات والمعاشات وطرق الصرف والميكنه، وان كل حد دلوقتي بقى عنده فيزا بيقبض بيها المعاش بتاعه. بنحاول نهيكل الدنيا شويه، انما انت دخلت شقه كانت يعني طبعاً. على الارض صح. فعشان تاسسها من الالف ياء بياخد وقت ومعاناه. السرعه يعني نتمنى السرعه، لان حالات زي الحاج محمد ده ما تتحملش، عنده اولاده بالظبط وعنده ظروف صحيه، فيعني على الاقل يبقى ايه. ما احنا علشان كده هنتابع معاه ونحاول نسرع شويه. خليني اخد اتصال من الاستاذه هدى من سوهاج. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وسهلا. لو سمحت، انا كانت عندي مشكله، واخده قرض من بنك الاسكان والتعمير من 2013. تمام. وبعد كده زي تعويم الجنيه في الدولار، يعني عوموا الجنيه في 2016. تمام. فحسبوا عليا فايده من 2013 باثر رجعي، في حين ان البنوك كلها اللي بره ما حسبتش التعويم ده. انا اول مره اسمع عن واقعة حساب فايده بزياده دي. ده مش بس انا. تمام. هو الاجمالي ده كان المبلغ كام، حوالي كام؟ انا كنت واخده 40,000، دفعتهم في حدود 150,000. لا دي غرامات تاخير، ممكن تاخرتي في اقساط ولا حاجه. لا لا حضرتك، مش تاخير ولا حاجه، ده انا خدت القرض في 2013. مستحيل. بنك ايه؟ ما بتقول بنك الاسكان والتعمير. بنك الاسكان والتعمير. طيب خليني استسمحك يا حاجه هدى، ممكن وطلعت معاش 2020. نعم تمام كملي. وسددت كل المبلغ الباقي عليا كاش مره واحده. تمام، خليني اتابع معاك يا حاجه هدى، من فضلك سيب لنا رقم تليفونك. نعم؟ وانا هتابع في بنك الاسكان والتعمير بالواقعه نفسها، ويمكن تشابه الحالات في هذا الشان. هستسمحك واستسمح زمايلنا في الكنترول. سيب لنا يا ماما، اسمعيني من اسمعيني من التلفزيون، اسمعيني من من الشاشه، اسمعيني من حاجه واحده يعني. فسيب لنا رقم تليفونك واحنا نتواصل معاكي وهعرف اصل الواقعه ايه. بشكرك لاتصالك. واقعه كانت غريبه بالنسبه لي، يعني انا ما سمعتش لان البنوك دي منظومه واحده مسيطر عليها البنك المركزي. البنك المركزي لو هيعمل واقعة زي دي مع بنك الاسكان والتعمير اكيد هيعممها على كل البنوك. اول مره اسمعها الحكايه. فاول مره بالفعل اسمع حاجه زي دي. انما خليني ارجع للجانب المعنوي والقتل المعنوي والتنمر. ازاي نقيد الفكره ونحاول نوصل خطوره الوضع لمستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله بتبدا من البيت في الاول، يعني هي بتبدا من التربيه في الاول في البيت، لان الملاحظ ان الجانب التربوي في البيوت ما عادش زي زمان، يعني كان كل واحد ماسك موبايله ومكبر دماغه، ما بيعرفوش بعض، بقى يعني في انفصام في الشخصيات. يعني الزوج بيطلب من زوجته كوبايه الشاي على الفيسبوك او على الواتساب. فما عادش في ترابط اسري زي زمان، وما عادش في توجيهات، ما عادش في حاجه اسمها عيب او نتناقش في حاجه معينه او في سلوك معين. كل واحد عايش حياته وسايب الدنيا تضرب تقلب زي ما بيقولوا. صح. وهنيجي نقول المدارس برضو ما عادش فيها فكره التربيه، عاد في تعليم بس، وحتى التعليم بعافي حبتين. انا مش متشائم، ولكن انت بتوصف حاله شويه، يمكن الاسباب انت كده. بتقولي الاسباب، هي الحاله كده، الاسباب. هتيجي تقول للانسان نفسه ربي نفسك، هيربي نفسه ازاي وفقد الشيء لا يعطيه؟ فاحنا عايزين نرجع لبعض شويه، نرجع تاني شويه، ننفصل شويه عن العالم اللي سحبنا عميان. احنا فاكرين ان التطور التكنولوجي ده
واخدنا مفتحين، بالعكس ده عمانة بزيادة، عمانة عن الواقع. دلوقتي لما الكهرباء بتقطع او الراوتر بيفصل او الباقة بتفصل ومعاهم فلوس يشحن بيكتشفوا بعض، ايه ده، ده ابني بقى عنده 15 سنة فجأة، ايه ده انا اعرفك يا ابني على ايه بابا دي. ف زي ما حضرتك قلت التنمر يعني نابع من ان الناس بقت ما عادش في فكرة التربية، ما عادش موجودة. يعني قعد مصطلح قديم انك انت ما تبقى متربي يعني. صح. الا الا من رحم ربي يعني. في ناس انا لغايه دلوقتي شايله التليفونات الزراير يعني على على التواصل فقط، وناس ودول قله قليله، وناس كبار وناس اغنياء. مش تقول له انت ليه مش شايل التاني، يقول لك ده بلوه، ده يضيعني، انا عايز اشوف مصالحي. صح. خليني في ختام الحلقه استنبط. خلص الوقت. خلص الوقت سريعا. خليني استنبط ما قاله اخيرا المستشار محمد صادق، اللي بشكره على اللقاء الجميل وعلى السهرة الجميلة، واللي بطلب منه على الهوى انه يوعدنا بلقاءات كتير وحل مشاكل كتير. سيدنا وشرفنا، بشكرك جدا جدا. واستنبط من اخر كلامه، فاقد الشيء لا يعطيه. فعلا فاقد الشيء لا يعطيه، وابدأ بنفسك. حل اي مشكلة بتبتدي منك انت، ما تكونش غاضب لدرجة تعميك، ما تكونش يعني شرس لدرجة القتل. ارقب بحال اللي حواليك عشان ربنا يرقب بيك. في ختام الحلقة بشكر كل مشاهدين دفتر أحوال، وبقول لكم دفتر أحوال بالعربي على الفيسبوك مستنيكو. بنصح كل اللي بيتعاملوا على مواقع التواصل، اهدوا شوية، كفاية تنمر، كفاية بغض وكره لبعضنا البعض. بقينا نخسر أصحابنا، بقينا نخسر أعز ما نملك بشوية بوستات. اخيرا احنا معاكم طوال الاسبوع، وهنقابلكم كل اسبوع باذن الله في نفس الميعاد. اراكم الاسبوع الجاي على خير، وتصبحوا على خير.